من المسؤول عن الأعمال الدرامية؟ من اللي يستطيع يقفل هذا السيل من الإجرام؟ تواكل. نريد أن نحافظ على الأوطان وعلى البلاد والمؤسسات، والتحديات التي تحاك بمصر ضخمة وكبيرة ومتشعبة، والمنطقة العربية ملتهبة. طيب من يسد هذه الثغرات؟ ولا الموضوع ده مش أولوية عند البعض، وإلا في مسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى. يجب أن كل إنسان يقف أمام مسؤولياته، وإلا الله عز وجل سوف يحاسب جل جلاله وتقدست أسماؤه. لا شك أن العنف الحادث في دنيا الناس له مسارات أدت إليه، منها الطغيان المادي. تعلم بالله، العالم يحتاج إلى ما عندنا. الرسول لما دخل البيت وسأل عائشة، قال أين الشاه يا عائشة اللي ذبحت؟ قال ذهبت كلها، لم يبقى إلا كتفها. شوف التربية الإسلامية. قال لا يا عائشة، بل بقيت كلها، ما ذهب إلا كتفها. هذه الحضارة. لذلك أنت كإنسان الأصول أنت تمثل حضارتك في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ثم قولوا لي، من منكم نصح إنسان في الطريق ورده؟ من منكم كلم واحد، أي مهما كان هذا الشخص، والشخص هذا رفض؟ لكن في حالة من التقاعس وحالة من ترك المساحات، وأصبح البعض لا يجيد إلا الصراخ ولا يجيد إلا التحفيل والتهييج. لكن دورنا في إصلاح مجتمعاتنا إنك تمد إيدك تنقذ المجتمع، هذا أمر. لذلك شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. العالم الغربي لا، ما عندوش دي، ما عنده. وإحنا العالم اليوم تأثرت، وإنت بتمشي في الشارع لما تلقي سلام على واحد ساعات يتخض، صح؟ ليه؟ لأنه هو تعلم عليه، تعلم من خلال الحضارة الغربية وسيطرة العلمانية والليبرالية في العالم، إن اللي بيقول حاجة محتاج لها إيه؟ مقابل. فأنت جاي تقول سلام عليكم بدون مقابل؟ عشان كده إحنا محتاجين نبين محاسن ما عندنا، محاسن هذا الدين. هذا الدين غير العربي اللي كان في قلب الصحراء. ما العرب كانوا سوقة، كانت أعمال نهب، سرقة وبلطجة في الجزيرة العربية. ماذا قال هرقل للمغيرة بن شعبة؟ قال له إيه؟ قال أنتم يا معشر العرب كذا وكذا وكذا، وما ترك نقيصة إلا قالها. المغيرة بن شعبة قال له إيه؟ قال كل ما قلته كان فينا، حتى أرسل الله إلينا محمد، فأعزنا الله به بعد ذلة، وقوانا به بعد ضعف، وقد وعدنا صلى الله عليه وسلم أن نأخذ موضع قدميك. ما شاء الله، الاعتزاز. اليوم أنت معتز بمنهجك؟ أيوة شيخ أنا معتز. بتشتغل له؟ بتتحرك به؟ لا لا لا، في حالة من الركود، صح؟ صح ولا لا؟ ما تردوا. حالة من الركود عند الإخوة والأخوات، شغور المساحات الدعوية في الواقع. والدعوة لا ترتبط بمكان، الدعوة هذه تحتاج إنسان يحمل الدعوة بنفسية صاحب الرسالة، مش بنفسية الموظف ولا بالتقارير اللي ترسل. لا، نفسية صاحب الرسالة، نفسية أنا لمجتمعي ومجتمعي لي. لأن الرسول لما عبر عن المجتمع، عبر عن المجتمع أن المجتمع ده زي إيه؟ زي سفينة، فأصاب قوم أعلاها وقوم أسفلها. لذلك إحنا في سفينة، إحنا في مجتمع، ففي شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ونحن قوم نأمر بالمعروف بالمعروف وننهى عن المنكر أيضا بالمعروف.